عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى تكونوا كل شيء بخير وعلى خير، وعواش مبروكه ورمضان كريم مبارك. الله يدخل علينا بالصحه والهنا وباش ما تمنينا ان شاء الله يا رحمن يا رحيم. اليوم عندنا واحد الوصفه جديده، بريوات دجاج معسلين بلينغاس والمشمش ومعجون لينغاس، يعني بوعويد. اذا شنو كنحتاج؟ كنحتاج طروفه ديال الدجاج. انا عندي هنايا جوج ديال الفخوطه كاملين، منزوع لهم الجلد وواحد القرف او قطع من الصدر، صدر ديال الدجاجه. عندي واحد جوج بصلات متوسطين مشلدين رقيق هكذا، مع واحد البوكي او باقه ديال المعدنوس والقزبر مشدوده هكذا ما نقطعوهاش. كنحتاجو في التوابل شويه ديال الزعفران الحر مرقد في المدافي، جوج ديال الفصيصات ديال العميدات ديال القرفه عواد، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار الابيض، شويه ديال الثوم. هادي النويوره وسميتها والبسيبيسه مطحونين، درت غير شويه اللي غادي ندير حيت توابل مجهده فخت، وشويه ديال الملحه. وعندنا الزيت، زيت العود والزيت النباتيه، ايا كانت اللي عندك انت في الكوزينه ديالك طيبي بها. بالنسبه شنو غادي نعسلو؟ غادي نعسلو البصله اللي قلنا واحد الكيلو، كيلو وربع ديال البصله مشلده. الا ما قلتها لكمش نعاود نقولها لكم. هي عندنا واحد قولي 600 غرام اولا 700 غرام ديال بوعويد لينغاس الشمال، نقاص اللي كناكلوه فروطة. انا غادي نوريه لكم البنات من هذا النوع، لان هذا النوع كيبقى شويه واقف من هذا النوع. المهم هنايا بريسك درت شي 5 ديال لينغاسات قد هادو، علين المهم اكثر من 600 غرام، شي 700 غرام هكذاك. المهم 5 نقاصات قطعتهم، قشرتهم ورقدتهم في الحامض وقطعتهم قطع كبيره، ودرتها تسلق شويه د الماء ومع واحد شويه ديال سميتو ديال القرفه وشويه ديال البديان. ها هما البنات كيبقى حيت نحتاج هاد لاصوص ها باش عصيتو، وشويه ديال السكر حيت طاب درت عليه شويه ديال السكر. دابا هاد السيغو غادي نخليه من بعد نزيد نعسل فيه داك لينغاس. وعندنا هنايا زلافه مقطعه ديال المشمش، وهذا معجون ديال الايجاس، معجون ديال الايجاس بحال ديال التمر، حتى هو غادي نزيدوه طريفات باش يعسلنا هذاك الايجاس مع سميتو والبصله، وواحد الحفنه كبيره ديال القرقاع. اذا شنو باش غادي نبداو نشحروا الدجاج ديالنا؟ بغيتو ديروه في الكوكوت ديروه، انا كنديرو غير في المرميطه حيت الدجاج دغيا كيطيب راكم عارفين دغيا كيوجد. درت شويه ديال الزيت البلديه، غادي نزيد غير شويه البنات ديال الزيت الروميه، انا كنقول لها الزيت الروميه القاوريه الزيت النباتيه. صافي طايره منها، صافي نخليها شويه، عفوا على الصداع البنات، غادي نخليها شويه تدفى وغادي ندير فيها هاد البصله اللي مشلده رقيق، ونخليها تحر شويه. غادي ندير لها شويه ديال قبصه الملحه باش يمكن لها تدبال غير شويه، ونيت تطلق الماء ديالها. من بعد غادي نحرك مزيان، نخليها شويه تزيد تشحر، ونلف فيها طريفات ديال الدجاج، يعني نضيف ليها طريفات ديال راه فيها طبيعه ديال اللوح تقولي غادي نلوحها برا. اذا نخليوها تحر شويه، ومن بعد نضيفوا قطع الدجاج ديالنا
ومن بعد نتبلوه. وهانتوما معايا البنات، دابا البنات غادي ندير القطعه ديال الدجاج ديالي تشحر كامله هكا. نزيد ندلدر عليه شويه ديال الملحه، دابا غادي نملحو شويه. غادي نرمي فيه شويه ديال الثومه، الثومه البنات جهد ديال واحد الفص وقريف صغير زايد عليه. ما قلت لكمش البنات الورقه اللي غادي ندير اليوم ديال المرجان، هذه هي اللي غادي ندير اليوم. ها انتما خصكم الا كنتو هذه بعدا واخا ما تقديش، الا ما قديتيش تكملي الخدمه ديالك تقدي تخليها في الثلاجه وغير تشديها واحد الشده محكمه بس سكوتش ولا شي حاجه من هاد النيكوت وقع لك ما كتضيعش، ماشي بحال الاخرى ديال البخار، ديال البخار كتضيع. اذا دابا البنات غادي نقلب مزيان هاد الشا، نحركو هكا ثم البصله مزيان على الجهه الاخرى، وغنبدا نرمي التوابل. اذا غادي نبدا بالسكينجبير، والابزار، وشويه الخرقوم، وهذيك العطريه ديال مسيبيسا رقع قله كتجي غزاله. شويه ديال الحامض مسير، ندير غير شويه ما فهمتوا البنات، ها شويه غير ونزل المعلقه، كنبغيش نكثر منه لان كيملح هو. وغادي نرمي دوك العويدات نتاع القرفه، من بعد غادي نرمي حتى يعني نزيد نضيف نضيف الباقه ديالنا ديال نتاع القزبر والعدنوس والسيمات صافي. وغادي نبداو مزيان نقلبو مزيان باش تدخل في ديك العطريه، وغادي نزيد هاد الزعفران الحر بالماء ديالو، غادي نخليه يتقلى مزيان حتى يشرب داك الماء ديالو كامل، عاد نضيف له شويه باش نخليه يطيب. دابا غادي نخليها البنات يتقلى، وهانتوما معايا تقلى مزيان، ونزيد له يعني هو كيرخي الماء ديالو كيطيب، نزيد له غير شويه ديال الماء قد هكا ربيع ديال الكاس باش يطيب فيه، حيت غادي نخليه نقص له شويه العافيه، نخليه على مهلو يطلق الماء ديالو مع داك الماء اللي رميت فيه ديال الزعفران الحر. يلا حبيبتي وهانتوما معايا. دابا البنات انا رجعت لكم من بعد ما طاب الدجاج، غادي نحيدو ونخليه يبرد، وغادي نرمي هاد البصله اللي هنايا مشلضه، وراني عسلت داك اللي نقاس مع المشمش، وخليت فيه شويه ديال داك الصوص ديالو، درت له القرفه وما زهر وشويه ديال السكر وشويه ديال لافاني، من بعد قطعت هذاك المعجون هنايا قطع صغيره سي جدا، وحميت القرقاع في المقله، صهدته شويه في المقله خليته يبرد باش نحيد له شويه الماء كان ديك القشره. ودابا غنحيد الدجاج ديالي يبرد هنايا، ونرد البصله لي البصله ديالي تطيب باش نعسلها، وهانتوما معايا. ودابا البنات من بعد ما طابنا الدجاج حيدناه حتى برد وفتتناه وقطعناه بالمقسطريفات صغيورين باش ما يبقاش هكذاك مخشب، ورمينا ديك البصله اللي كانت عندنا مقطعه شرائح رميناها تعسلات مزيان في ديك المرقه ديال الدجاج،
طابت مزيان تقربت طيب كاع تنشف، زدت لها واحد المعلقه ديال العسل ودرت لها واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه وخليتها طابت مزيان تتعسلات تقربت تنشف نهائيا، وزدت رميت فيها داك الدجاج مقطع قطع صغيره. ها نتوما على هذا الشكل. دابا غنخليها تقطر بالمرقه ديالها كامله حيت ما غاديش نجمعوها بالبيض، حيت هذه حلوه البنات ما بغيتش ندير فيها انا البيض، غندير غير هكا العقده وندير فوق منها داك هذا البعويد والمشماش وداك شويه ديال القرقع وشويه ديال داك معجون ديال الاجاص. صافي حبيباتي هذا هو البريوات ديالنا ديال اليوم، حلوين مالحين. انتما معايا حتى نكمل كل شيء من بعد ما يبرد لنا العقده تبرد مزيان ويبرد لنا دوك الفواكه مزيان المعسلين يبردوا لنا مزيان باش ما يقطعولناش الورقه ديالنا باش ما تفزكش، وديك الساعه نرجع نكملوا انا وياكم كي داير اللفه ديال البسطيلات ديالنا، ماشي البسطيلات البريوات ديالنا، غادي نديرهم شويه كبار باش يجيو يعني وافيين يعني بنادم ياكل وحده يشبع. ماشي كبار بزاف وانما كم ماشي صغيرين مويان. يلا ها نتوما معايا حتى نكملوا حتى النهايه. ودابا البنات حنا انا رجعت معكم باش نعمروا البريوات ديالنا بعد ما بردت لنا العقده. اذا نقطعتها على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا، درت البيغنوازيت يعني تا شربت كاع الحليب ديالها، كندهن شويه هكا باش تجيني الماكله ديال البريوات ديالي مقرمشين، كناخذ وقتي في كنهز شويه العقده كنهز شويه البنات العقده مزيان هكا، كنزيد لها شويه ديال طريفات ديال هكا المشماش والإيجاز صافي، كنزيد لها واحد جوج طريفات من هادو هكذا، كنوزع لها يعني المحتويات شويه 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 القرقاع من الفوق هكذا صافي البنات، وكنلوي حيت كنلوي كنرطب مزيان المسائل ديالي باش كتعمر البريوه ديالي كامله من القنوت. الا كانت مازال ما عمراتش غادي نزيد لها شويه ديال العقده باش يجيوني عامرين البنات في القنوت وتجي عامره ما يجيوش خاويين. انتما كتشوفوا معايا كنلوي مزيان راه كتمشي، وكنبرك راه دائما كنقول لكم الوي وبرك الوي وبرك. اذا هنا غادي نحاول نقطع شويه باش تجي ليشه مقاده. فوالا البنات ندير لها شويه ديال الطحين كامله ندخلها مزيان، ندخلها نزيد لها شويه ديال الطحين كامله باش تلصق مزيان. وها هي البريوه ديالنا هانتوما عامره كامله من القنوت، كنحطها كنت ديجا درت وحده ها هي. اذا كنمشي على هذا المنوال حتى كنسالي كلشي المسائل ديالي، نزيد معكم وحده اخرى ونمشي نكملها. كنا كندهنوا بشويه ديال الزبده، الزبده والزيت هذه، ولكن كنخليها حتى كطيب مزيان، وحيت كنكونجليهم البنات كندير لهم نجبدهم من الكونجيلاتور كندير لهم الزيت كندهنهم بالزيت باش كيبقاو مقرمشين وكيجيو غزالين البنات في المذاق البنات والولاد. حيت كاينين حتى الذكور معانا كتجي غزاله 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 غزاله. كنزيد لها شويه المشيميشات وشويه الاجاص من الفوق باش كنحسوا بالماكله، حيت كنكونوا ناكلوهم كنحسوا كنتذوقوهم. شويه ديال هذا الاخر وندير لها شويه ديال الكريكيعات هكا طريفات من الفوق كتبان لكم ياك البنات كتبان لكم. وانتم كنبرك مزيان المسائل ديالي وكنعمر القنوت ديالي مزيان كومسا، كنعمر القنيتات ديالي مزيان باش يجيو عامرين، لقيتهم مازال ما عامرينش كنجيب لهم العقده كنملئهم مزيان باش يتعمروا بالعقده ديالنا. صافي صافي كنبقى نزير البنات ما دايره
كنزير فوالا. هذه نقدر ندير لها ندخلها هكا كنقاد البنات البريوه ديالي كنحيد لها داك الحواشي اللي زايدين وما تعتلوليش انا غادي برزطوني في المسائل ديالي غادي نصايبها على حساب شنو بغيت انا اوف صافي فوالا ها البريوه ديالنا شتو البنات بريوات كبيبرين مالحين وحلوين كيجيو غزالين بهاد الورقه ديال المرجان هادي انا كتعجبني حسن من هذيك ديال البخار على 1000 درجه على 1000 درجه كتجي بحال فينو والله الا كتجي بحال فينو كتجي مقرمشه غزاله المشكل ديالها هي انها غاليه شويه بالنسبه للعشره ديال الورقات تقريبا 20 درهم يعني ما كيديروا لك والو يعني واحد الباكيه خصك تدي جوج ثلاثه باش يمكن لك ديري بزاف الا كانت عندك العائله كبيره ولا كنتي باغا كل مره تبدا في رمضان بنادم يونس راسو يبقى يدير كيخصو شي حاجه يعاود العشيات ولا في الليل من بعد الصلاه ويبدا طبيعه الحال يخدم شويه ولا بالنهار هو عينو ميزانو ما يلقى لهم الوقت ويعاودهم لوليداتو ويبرحهم العائله ديالو كيتقدموا غزالين البنات هادو حلوين كيتقدموا كندخل المحتويات ديالي كاملين فيها وكنقاد البنات بلاتي عليا ما عندي منين نخاف نعمر قنوت كاملين ونزيد الحاشيات انا كيتعجبك انا كيعجبوني البريوات البنات عامرين يعني كلو تبرع عليا وحده بركه وحده كتعمر العين صافي البنات دابا هذه غادي ندير لها شويه ديال الطحين هكا غير شويه ما نكثرلهاش باش تلصق وما تحناش في الفران صافي البنات هكا بغيتي فين ما تلقاي شي حاشيه محلوله هكذا تشديها بالطحين وتبركي مزيان وهالبريوه ديالنا يلا حبيباتي تنكمل الديكور ديالهم نطيبهم ونوريكم كي جاو مع السلامه وهاني كملت حبيباتي البريوات ديالنا بالدجاج حلوين بالإجاص والمشماش والقرقاع معسلين لداخل زوينين طيبتهم في الفران وقدمتهم على هذا الشكل درت لهم اللوز إفيلي درت عليهم اللوز إفيلي وسقيتهم شوية بداك السيغو ديال داك الفواكه الجافة فاش عسلتهم اللي خليته وعدلتهم وزوقتهم بشوية ديال الإجاص والمشماش وزوقتهم بالطريفات ديال القرقع وبهذا نكون انهيت الفيديو ديال هذا اليوم نتمنى يروقكم ويعجبكم وينال الاعجاب ديالكم ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه الرائعه جدا والبنينه بزاف 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 والانسان يبدل المسائل ويبدل الذوق ويتبرع ليا ويتنغم ليا في هذا رمضان يلا حبيباتي رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه ومع السلامة حبيباتي بسلام عليكم.